تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة الداخلية انضمام عدد من الشركات وسلاسل المواد الغذائية والمطاعم لمبادرة كلنا واحد، وذلك احتفالا بثورة 30 من يونيو. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عاش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. تتزين السلاسل والمحال التجارية والمطاعم الكبرى والمولات بلافتات مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار، استعدادا للاحتفال بذكرى ثورة 30 من يوليو. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك بتبان، متشافهي مش بس كلام. أنا عايز أهني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري كله بمناسبة يوم 30/6. احنا اشتركنا كمول سيتي ستارز في مبادرة كلنا واحد. المبادرة دي بتخلي كل المحلات تعمل ديسكاونت في اليوم ده عشان كل الشعب المصري يحتفل معانا. بنشكر وزارة الداخلية انها اتاحت لنا الفرصة ان احنا نكون مشاركين في مبادرة كلنا واحد بمناسبة 30/6. وكل سنة وانت طيب يا ريس، وكل سنة وشعب مصر طيبين، وان شاء الله في انتظاركم مع اكبر خصومات في جميع فروعنا. عاملين تخفيضات يوم 30/6، ان شاء الله تنال اعجابكم ومستنيينكم في انتظاركم ان شاء الله. عاملين احتفالية كبيرة جدا يوم 30/6، نتشرف جدا باستقبال المواطنين للاستفادة من الخصومات الكبيرة اللي احنا هنعملها. حابين نهني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا بمناسبة 30/6، يوم عيد على الشعب المصري كله. بنهني الشعب المصري وبنهني سيادة الرئيس، وعاملين خصومات كبيرة في جميع فروعنا. خصومات كتير تصل لحوالي 70% على كل البراندات وكل المحلات اللي موجودة. تخفيضات كبيرة جدا، الهدف منها ان احنا نشارك في المبادرة العظيمة اللي كان اساسها هي ثورة 30 يونيو. يتسابق الجميع للانضمام والمشاركة بفاعلية في مبادرة كلنا واحد التي اطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية احتفالا بذكرى ثورة 30 من يوليو. عاملين احتفالية كبيرة بخصوص احتفالات 30 يونيو، وعاملين خصومات كبيرة بجميع فروعنا. في مفاجآت وفي خصومات وفي تخفيضات هتبقى موجودة في المول، واحتفالية بشكل لطيف. احنا عاملين تخفيضات في مطاعمنا، وتيجي تنورونا وتشرفونا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وسيادة الرئيس طيب، والشعب المصري بخير وبسلام. شرفونا في يوم 30/6 عشان نحتفل باليوم ده مع بعض. عاملين خصومات حلوة جدا، كل سنة وانتم طيبين، وهنكون في انتظار حضراتكم تحتفلوا معانا يوم 30/6 ان شاء الله. بحب اقول للرئيس كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وحضرتك دايما بخير، والشعب المصري كله دايما بخير. كل سنه وانتم طيبين، ومناسبه 30/6 احنا في انتظاركم تشرفونا. انتظاركم تشرفونا، نحتفل سويا، وكل عام وانتم بخير، وربنا يحفظ البلاد والعباد من كل سوء. يتكاتف الجميع من اجل المشاركه الجاده والفعاله، حيث تزايد عدد المشاركين في المبادره ليصل ل 27 مولا تجاريا و 22 كيانا صناعيا وتجاريا بإجمالي 543 منفذا، وعدد 59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي عدد 376 محلا على مستوى الجمهورية، موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية تقدم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة احتفالا بهذه المناسبة. كل سنة وانتم طيبين، مستنيينكم 30/6 في كل فروع بوف، مستنيينكم نحتفل مع بعض. كل سنة وانتم طيبين، مستنيينكم 30/6 نحتفل مع بعض، وربنا يخليك لينا يا ريس. مستنيينكم تنورونا ان شاء الله في مطعم المحمدي، عاملين تخفيضات كبيرة جدا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة 30/6، مستنيينكم بجميع فروع اسماك بمناسبة يوم 30/6، منتظرينكم بسلسلة مطاعم ابن الشام، في مفاجآت كتير حلوة، مستنيينكم 30/6 بخصومات جميلة قوي. بيحسوا بالقلب عليهم، عايش عشان يحلم ليهم، يطلب هيدوله عليهم، واكتر من كده بكتير. وتستمر تخفيضات الأسعار بالمرحلة 22 لمبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، بإجمالي 1002 منفذا لكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية،
التي تستمر في تخفيض الأسعار حتى نهاية العام، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. تستاهل، أيوة أنت فعلا تستاهل، تستاهل كل